Hamlin. And the great show. أحمد عبد الحسين عبد الحسين والهدف الثاني الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني عبد الحسين كرة بينية أرضية سهلة وذكية لمنتخبنا الوطني هدف جميل وهدف ملعوب هجمة الفريق الباكستاني والهدف الأول الهدف الأول للفريق الباكستاني اللاعب رقم 13 زاهر أحمد جمال ابو عابد بشماله على طول والهدف الثالث الهدف الثالث ومحمد الاشهب الهدف الثالث ومحمد الاشهب برأسه ذكية جدا الهدف واحد برافو يا شباب وبرافو يا محمد الأشهب